برادرز صباح الخير. صباح الخير. 12 دابا الغيبين مع 7:30 ياك دابا باش نمشي للسوق بكري. فقت مع هذيك 7:30 مع الناس مع 5 فهمتي ماش باش الناس. فقت مع هذيك 7:30 قلت راه رجع عاوتاني نعس لديك 9 ونمشي صافي. جبت عليه حتى ل 11:30 فقت دابا وصلت وجهي لبست حوايجي مازال ما فطرتش. نمشي نشوف فيك ما لقاو شي فليسات ولا شي فرايرات نشريو فروج كحل. لا ما لقيناش واخا فهمتي ما بغيتش نشري من السوق ولكن ما لقيتش عند الناس. انا كلشي كنسولو كيقول لي ما عنديش. سو غادي نشوفو لقينا شي حاجه هي هذيك ما لقيناش غادي نرجعو في حالنا. انا عاد رجعت من السوق ثاني مره مشيت ورجعت شريت الفلاز فهمتي. مشيت على اساس انني ما غاديش نلقاهم صراحه. مشيت قلت صافي غادي نمشي ما غاديش نلقاهم غادي نجيب شي خضيره ورجع. مع انا دخلت للسوق بان لي داك الكارطون اللي كيدوروا عليهم فرحت. مشيت كنجري عندو كدا هادي شحال هذا قلت 260 وخا صغار على دوك اللي جبت المره فايته. معليش باقي مازال ديال النظاظر على حيت النظاظر قلت لكم واخا مازالين صغار على دوك اللي شريت ديك المره دوك الكحل الكروازين ولكن جبت 4 جبت 2 كوراج نتواج. قلت له راه المره فايته قول بشينا قلت له راه عطيتيني 2 نتواج وانا قلت لك عطيني 2 وذكر عطيني 2 كوراج و نتاوي فهمتي السكر لا مات واحد يبقى الاخر. ايوا جبت لهم الدواء هذا نديرو سميتو ما ندير له حتى سميه نخلطو لهم في الماء نعطيهم يشربوه. بالنسبه لذاك الفلوس راه برا نطلعو دابا نشوفو ذاك الفلوس برا درنا ليه الثومه درنا ليه الجنجلان والعيباس راه برا دابا رديتو مع القاطع اما خرشو ولا يا صاحبي اش تقول كاين الريح نير شوف هاد البلاستيك اللي ما صاحبيش مشاو الاخرين وكلاو هادا اما صايب دخل انت في حالك راه غادي فين وصلنا لك المريض ها هو الشي برا كيتحرك دابا وكدا هادي جري جري شي وجهو كيبلا احمر خرجو نشوفو هادا هي الكرفازية هادي يعني هي حطيتها مع هادو برا ما بغيتش نخلطوهم فهمتي تقدر تسمع ما هما الكحل قد لكم شويه الفوكس فيري نايس كاين الريح بزاف ما تسمعو حتى لعبه. المهم نمشي نبدل حوايجي ونرجع باش نشربو هاد خوتنا هادو يا سو كيوت داكشي زوين بزاف. اجي طلعينا لا لا دابا سروال ديال نقي انت غير لاحظ معايا دابا الروينات وكل نهار كل نهار تسياق كل نهار تشطاب بحال فهمتي ما كنقيسهاش. المهم برادرز كي دايرين صافا دس يومين فهمتي دو جور وما صورتش. علاش داك النهار قلت لكم غادي نمشي فهمتي غادي نهبط نبدل حوايجي غادي نجي نوريكم الفلاس. خرج لي واحد البلان من الجزر مشي طرقتو حيدتو عليا لا قلت لي بغيت نصور طحت بروري والشا والرعد وكذا نوريكم داك الفيديو فهمتي باش نطول هذا شويه. anyways داس يومين بانو لي الفلاس كروازين بلي ما مراتش غادي نلقاهم مع الكروازين الاخرى راه هي فين كتاكل. ما خرجتش هاد الروينه هادي حيت الشمس روحي كطيح وسط حد بدا كينشف. سو غادي نخرجوا الفيلا لي الكروازين يتشمشوا شويه يجريو يلعبوا شويه. كنت باغي نجيب لهم الطراب باش يدوشوا ولكن فهمتي مع الكالر دابا الغيص وداك الشيء غادي يوسخوا لنا هاد الشيء وما كاينش طراب اصلا باش يدوشوا. سي لي قطعت التينيسه ديالها مثلا السوق ما كتكونش فيه الجوطي هذا ما كاينش من الجوطي ب 5 دراهم وزوينين اصاحبي كيصبروا هذوك ديال 10 دراهم ديال الحانوت واش عطاو هذوك الطبقه دابا كاين السحاب السحاب كنخاف يضربو من البرد ولكن ما غاديش نحطو ياك صوتي هادشي كيما قلت لكم جبت جوج من الحاجه باش حتى لا مات شي واحد. المهم الذكور من نتوات راه عندي الا ما تذكر يبقى الاخر ونسى نوريكم كيفاش اجينا اجينا في غادي باش عرف ان نتوما متذكر
الكار ما كيكونش عنده الزنطات ملي كيكون صغير. الديل قالوا لي شي دري الزنطات عيب، المهم الديل ديالو ما كيكونش عنده ملي كيكون صغير حتى كيكبر شويه. نجيبو نتو نشوفو الفرق. سير عرفتي خفافين هادو بزز باش كيتشدو، ما خصهمش يخرجو لبرا. المهم هي اي واحد نتو شي الزنطات ديالك داش الديل ديالها شي الديل ديالها داش يلا سير انطلق نمشيو لديك القنيسه كيجيبو لك شي تما. كيما كتعرفوني ما عنديش مع التلوث والبصاري صوالح نجيبو واحد الكرسي نجلسو عليه عاد كيما البابا صاحبي شنو كضرب الكود ديالك مع ماشي حاجه كي كيتشنج تبكات لي يدي خلونا شويه ديال السكه اللي ما نمشي تجمع يلا مومش شو جيبوا الاخرى حتى بوزه كبرات هاد من الشريشه من الشريشه كانت شويه كبيره على هادو ولكن دابا زادت لا هو هو ريلاكس ريلاكس اه ليغو مسكينه ضريك فوق الطبوب شي دابا هادي نتوما هادي نتوما وهادي نتوما وهادي نتوما هادي نتوما هادي فيها واحد الديكور شكل نوريكم أجل غلب عليها شويه هاد القهوه هذا ولا ماعرفتش كيقولوا ليه الصفر غلب عليها طلع من دابا العوينات ايه لا ماشي طلعينا هذا بالشميشه الشميشه ضاربه دابا شو الجناح ديالها كي كيبان مره كيبان زرق مره كيبان بيربل على حسب الاتجاه ديال الشمس فين ضاربه فيه خاصكم برادرز طحنا التليفون طحنا على بزقه يا صاحبي شوف على زهر كيدير خاصكم برادرز بالنسبه للدجاج باش يولفك حيت قال لي واحد الدري من المكناس كان صيفط لي اوديو في انستغرام قال لي الدجاج ديالي ما مولفنيش كيهرب مني كيفاش ندير باش يولفوني خاصك تبقى تسمعهم ديما فهمتي قلت له تبقى تسمعهم بالسوايع ساعتين ثلاثة السوايع في النهار وكلهم في يدك العراسية دابا يضربونا بالكابي رايت الموسيقى المهم قلت لكم الكروازي زواول كيكون حنين ورطيطب فهمتي في الشدة وفي المعاملة ودغيا كيولف البلدي مصيبة كيدابزو بيناتهم كتقول صافي غادي واحد يقتل الاخر اش العرس ديال لي مزيغ ما كيساليوش كيديروا عرس في دار العروسه وعرس في دار العريس خلي عليك هذاك الفطور والدفوع وكذا كيديروا فطور فهمتي في الصباح كيجيبوا فطور للعروسه والعريس وكيبقاو ينشطوا تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام وهما ناشطين المهم قوسي لي ياك قوسي لي شويه مسكينه تفوج من الصباح وشها كطيح ما بغاش كاع صافي صافي تدني اجين اجين ليكو ليكو يلا ليكو كم 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 طب عجبك العيد الشيخ خاصنا مش طلعه وشاني خاصتاش معاهم سيليا فهمتي الدريسه جا برادرز كامع ولا سيليا واش شي حاجه كنا كنهضرو فيك خاصك ديري صاي حيدو من الكاميرا تمشوا عيشوا الحياه ليف يور لايف
ليكو شو زين غبي سيليا اوكي يا غبي يا غبي يا زين يا بابا غيره كم ليكو ليكو باك ليكو باك باك ريدي بزاف ديال الدراري قالوا لي اش بقات كثر لي فيديو مع سيليا ولكن ما كنساليوش راكم راكم عارفين فهمتي الدجاج والفلاس ونسيناهم كاع طلع عليهم حرام عليها حطهم الماكله ديالهم تما حطهم القصه ديالهم تما هي وما كيخافوش سيليا نو توين مازال شاده انا باش نشرح هذه ما خدمتش معاش لا توين توين ايدي ها شو شو شاف لعيب اسي ديال البكره شو السرعه برادر شوف اجي كم كم وي سيت ايدي اوف يا سيليا مشينا كنقلبوا على واحد الدجاجه هاد الفلوسات اللي فاتنا واقيلا مازال ما باتش ولكن نصبروا عليها من هنا للمغرب قلت لكم شنو كنقلبوا على هاد الدجاجه هادي واش شنو لقينا نو سيليا نو سيليا اللي لقاتها ماشي انا لقاتها شنو لقينا لقينا البيض لقينا بزاف ديال البيضات تمايا هي تخرج من تما كتنعس عليهم خرجت نوريكم ما بغيتش نهزهم نصورهم لكم شفت هاد الكرتونه هادي سيليا ليك هزيت انا هاد العرش بحال هكا باش نوريكم السلام عليكم السلام عليكم شحال بيضة ستة ديال البيضات امشي ضربني شي حاجة شنيت هادي عاد حطاتها باقا سخونة كلهم باقيين سخونين كنت كتنعس عليهم يضيعوها صاحبي يضيعو غير ديال وحدة هادو كم هنايا كتنعس عليهم صاحبي بغات تقرق يكونوا ضاعوا دابا نديو هاد البيض هذا نشوفوا واش خاسر ولا لا كنسلقوهم مسخانة كاين واقيلا حتى البيضه ديال الاخر ها هادي هي البيضه ديال هذيك الدجاجه الكبيره الحمراء وهادي ديال ديك الصغيره واحد جوج سته ديال البيضات حلالا طيبا ها دي سوي جو هيك سيليا ليك ليك هيك سيليا ما غاش عندهم شنو كدير عليهم هاد العده هادي مين ساي مازال واحد اسمه وقيلا شيك ما تقينا البيض سيليا مين ساي المهم برادرز هذا هو تهلا في راسكم سيليو مورا سيليا كم نشوف سيليا واش طلع الدرجه هذه سيليا هوب سيليا الخفيفه نقصي شويه سيليا مابقاش عندك ريشه